وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. أهلا بك في نشرة الأخبار. بداية، يحرص جلالة الملك المعظم دائما في جميع المناسبات الوطنية أن يشمل بعفوه السامي جميع أبناء شعبه ليساهموا في صيانة المجتمع وحماية نسيجه المجتمعي. ما هي قراءتك لهذا الجانب الأبوي؟ مساء الخير. طبعا أنتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين. وأود في البداية أن أعبر عن صراحة يعني مشاعر يعني تغمرني بالإجلال والإكبار لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عائل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لما عود عليه جلالته، ما عود شعبه عليه من مبادرات تنم دائما عن عطفه وعن أبويته تجاه أبناء وبنات الشعب، وأن صاحب الجلالة دائما يعمل على بث روح الأمل والعزم في المواطنين. وهو دائما أب الجميع، وهو دائما الحامي الأول للدين والوطن. وأن صاحب الجلالة يعني عندما يرعى مصالح الوطن وعندما يحقق مبادئ الدستور التي تصب في ترسيخ دائم الحق والعدالة والتي تحفظ أمن المجتمع واستقراره، طبعا يمارس هذا الحق ويطلع به من خلال إصدار مراسيم استنادا للمادة 41 من الدستور والمادة طبعا 90 من قانون العقوبات، وأن هذه المراسيم الخاصة التي يستفيد منها أن يرد اسمها فيها يعني من الذي يصدر العفو بأسمائه، تؤكد بأن هذه المبادرات الإنسانية هي ليست غريبة على صاحب القلب الكبير. سيدي صاحب الجلالة والد الجميع، هو من يتلمس بكل أمانة احتياجات وظروف شعبه باستمرار، وأن إنسانية صاحب الجلالة تجسد دائما ما يحمله كقائد من محبة وتسامح لأبناء الوطن وبناته، وهو يستحق بذلك دائما لقب ملك الإنسانية. نعم. إذا أذنت لي في عجالة، يعني تابعت ردود الفعل الشعبية الكبيرة التي يعني عبرت خلال الساعات الماضية عن الفرحة الغامرة بهذا العفو السامي والذي يعتبر من شيم سيدي صاحب الجلالة. تابعت كذلك كيف أن هذا العفو قد طبع البسمة على وجوه العائلات وعلى وجوه الأفراد من أبناء وبنات الشعب، وأن ذلك قد عبر عن الترابط والألفة بينهم. صاحب الجلالة دائما يضرب أرقى الأمثلة في المواقف الإنسانية والأبوية التي ليست بغريبة على جلالته. هذا الموقف صراحة النبيل والسامي يجدد دائما ويبث روح الأمل في الحاضر وفي المستقبل، ويثبت دائما بأن المشروع الإصلاحي مستمر، وهي فرصة كذلك لنجدد جميعا إلى المقام السامي ولائنا، وأن هذا المقام السامي الذي يمثله صاحب الجلالة هو فعلا الرم للوحدة الوطنية وهو الأب للجميع. نعم، سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.